الشيء الثالث أنه تو في خبر أنه 5 جهات تتعاضد لخلق 80,000 وظيفة لسعودي وسعودية. جميل هالخبر جدا أنه 5 جهات تتعاون، هذا أيضا من حزمة الفرح. الشيء الوحيد اللي جرحنا هذا الأسبوع جرح بسيط في حزمة الفرح هو خروج منتخبنا الوطني. ولكن الحقيقة متوقع، تذكر أبو ناصر ذيك الأيام صحيح مقطع قال أنه إحنا طموحنا الدور الأول بالضبط، أنه تجاوز 16 ما تجاوزنا. الشيء الثاني يا أخي أنا مبسوط أنه صار في السعودية صار في تقبل للنقد، في تقبل بالذات الأدب الساخر. أحيانا الإنسان الكاتب لما يقول كتابة، تعرف مصر ما تطور فيها الأدب واللغة والحياة إلا عندما الناس تقبلت الأدب الساخر. في إنجلترا كان جورج برنارد شو يسخر من أداء الوزارات وكذا. السخرية شأن جاد كما يقول الكاتب التركي عزيز نسين، هذه شأن جاد لأنها تفيدك وتعطيك دعم وتعطيك، ولازم الناس تتعود على النقد. إذا ما هو شخصي ما حد يجيب نقد شخصي، النقد العام، النقد في المؤسسات وليس في الأشخاص. احنا من نقول أنه وزارة النقل يحتاج أنها تلتفت للمحطات اللي بين الطرق وننتقد هذا، احنا ما ننتقد الوزير، بالعكس نعطيه هدية. وعمر بن الخطاب يقول رحم الله امرئ أهدى إلى عيوبي. بس جميل جدا، يعني هذه الحزمة هي خير ما نبدأ به دائما.